النهاردة ذكرى وفاة الشاعر الجنوبي أمل دنقل، صاحب الموهبة الشعرية الكبيرة واللي قدم لينا مجموعة كبيرة من الدواوين المهمة، أبرزها طبعا البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. في ذكرى وفاته خلينا نشوف هذا التقرير. الطيور مشردة في السماوات، مشردة ليس لها أن تحط على الأرض، ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح. تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر أمل دنقل الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1983، حيث ورث أمل دنقل موهبته الشعرية عن والده الذي تأثر به بشكل كبير وتأثر بفقدانه في عمر العاشرة، وهذا ما أكسب أشعاره حالة واضحة من الحزن. حين أفقر عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين. ولد أمل دنقل عام 1940 في قرية القلعة بمحافظة قنا في الصعيد. كان والده عالماً من علماء الأزهر وعاصر فترة الثورة وتأثر بها، مما ساهم في كتاباته وأعماله أيضاً. كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها في الظلام؟ كيف تبدو غداً لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام؟ واروي قلبك بالدم، واروي التراب المقدس، واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. التحق الشاعر أمل دنقل بكلية الآداب لكنه انقطع عنها في سنته الأولى لكي يعمل ويعيل نفسه، وامتلك مكتبة ضخمة ضمت الكثير من كتب الفقه والشريعة والتفسير وذخائر من التراث العربي. عمل أمل دنقل موظفاً في محكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ثم موظفاً في منظمة التضامن الأفرو أسيوي. قدم الشاعر أمل دنقل المجموعات الشعرية التي اشتملت على مقتل القمر، بيروت، العهد الآتي، أوراق الغرفة 8، تعليق على ما حدث، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، وأقوال جديدة عن حرب بسوس. وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس القمر، وترحموا وتفرقوا فكما يموت الناس مات. توفي الشاعر أمل دنقل في 21 من مايو عام 1983 عن عمر ناهز 43 عاماً بعد إصابته بمرض السرطان الذي عانى منه لسنوات عديدة.